واليوم التعاقد مع المدرب ان شاء الله اللي غتحقق قيمه اضافيه للفريق ديالنا اتحاد طنجه، غيعطي دم جديد، مدرب شاب عنده طموح، عنده بالماريس ديالو، متحمس، غيخلق واحد الانسجام داخل الفريق. هذا هو اللي حسيت به بحكم الكلام اللي تكلمت معاه البارح. شتو باغي يمشي شي هدف ان شاء الله، الى حقق شي هدف من الفريق ديال اتحاد طنجه، شي لقب ولا يبقى في البوديوم ان شاء الله. حنا متفائلين بهذا المدرب اللي ان شاء الله غادي ينجح مع هذا الفريق. هذا المدرب جديد، واش هناك امكانيات لتعزيز الفريق بلاعبين جدد؟ وكذلك تحدث لنا على الفتره ديال استعداد اتحاد طنجه الموسم. فعلا مدرب راه دارس الفريق ديالنا بحال اللي سمعتوا في الندوه الصحفيه، عرف كل لاعب، لاعب كيعرفه، غادي يشوف هو اللي غادي يبقى في الفريق ديالنا واللي غادي يمكن يمشي يتسرح. وكاين اللي كاين العقده ديالو تسالت كذلك، ولا بغى يخليها كذلك عاود نجدو مع العقده، وغادي يشوف يعزز الفريق ديالنا بواحد خمسه لاعبين في مستوى عالي باش يمكن يتوق اضافه للفريق ديالنا. فيما يخص استعداد الموسم ان شاء الله، عندنا غتبدا يوم 7 جويليه يوليوز، وغادي تستمر حتى نساليو ديك الدوري اللي غادي يكون عندنا دوري هنا في طنجه، غيتسالى نهار 27، ومن بعد غادي نمشيو لواحد المعسكر اللي غيكون مغلق خارج مدينه طنجه باش يتعمل واحد التربص تما اللي فيه تقريبا واحد جوج الاسابيع، وباش يرجعوا كذلك باش تكون البطوله قربت باش نبداو البطوله ديالنا ان شاء الله.